كل بنت وكل ست عندهم الاكسسوارات والحلي عنصر مهم جدا جدا جدا. يعني ما فيش اي مناسبه او اي مكان هتنزل فيه وتروحوا البنت الا لما هتلبس له اكسسوار حتى لو كان البحر. عشان كده احنا النهارده في فقره فاشن بوليس هنتكلم عن اخطاء الموضه اللي ممكن ان احنا نقع فيها واحنا بنختار اكسسواراتنا، وتحديدا بقى وقت وجودنا على البحر. في ناس بتطلع لابسه ايه كل حاجه عندها وتقعد بقى تعمل ليرينج وحاجات كده، وفي بعض الناس بتفضل ان هي تبقى حاجات بسيطه مناسبه للبحر. ايه الصح وايه الغلط؟ هو ده اللي احنا هنعرفه من مصممه الاكسسوار والحلي اللي منورانا في بيت السفيره عزيزه، صفاء فرحات، مصممه الاكسسوارات والحلي. اهلا بيكي. اهلا اهلا بيكي يا صفاء، مبسوطين جدا ان انت معانا وان حاجتك الجميله دي كمان معانا. اكتر اكيد. ونهى كانت بتتكلم في موضوع هو مضايقني حبتين بس عشان أوكي. ايه؟ عشان السنه دي البحر. بس كنت بقول لنهى السنه دي بحر بسم الله ما شاء الله كان مرصع بالالماس. هي الناس ما بتنزلش باكسسوارات دلوقتي، لا الناس دلوقتي نازلين بفصوص والماس الماس الماس الماس. ده ايه وضعه على البحر؟ خلينا الاول نتفق على مبدا ان الاكسسوارز عامه والموضه كل واحد فينا ليه لاين معين المفروض يشكل الموضه بتاعته على حسب شخصيته والستايل بتاعه. تمام. فكره بقى الاكسسوارز على البحر دي ترندي قوي مع الهايبر بقى لوك كله بتاع الصيف وجو البحر والانطلاق ده، فالناس بتحب تلبس المفروض جولري واكسسوارز. تمام. بس الجولري بقى مش مكانها البحر. احنا المفروض عشان نلبس حاجه على البحر تبقى مثلا لايك اللاين ده كده، حاجه رفيعه مثلا بالزبط. واحده بس من دي كمان او ليرد زي ده، بس هو جو جو سمر. جو سمر ده بقى ايه هيقلقني انا في ايه؟ هقول لكم. اوكي. بس انا بطلع بلا شيء خالص. لماذا؟ في سبب. السبب انه اوكي سبب انه كل الحته من دي لو حد خد لون اوكي هتعلم مكان هيبقى عندك هنا شرايط أوكي. وبعدين اللي في ايدك نفس القصه. اوكي. هو المفروض ان انا بلبسها بس كده في الوقت، بس ما انزلش بيها وما استمرش بيها. انا معايا شنطتي بحط فيها بالظبط بالظبط بقلعها عادي وبحط لا انا ممكن اعمل زي ما انت اوكي بالظبط كده. بس هي الفكره ايه؟ ان دي الماتيريال المناسبه للمكان ده. أوكي. ما ينفعش بقى انزل لابسه سيلفر جولد حاجات ضخمه، لا هي بتبقى حاجات سيمبل بالظبط، حاجات سيمبل وماشيه مع المكان اللي انا فيه. تمام. وطبعا ما البس بقى حاجه كبيره في ودني، حلق مثلا كبير وليرد نيكلس، لا يعني لو الليرد اللي حضرتك مسكتيه ده هو ده بس. اوكي. ما البس بقى حاجه تانية. طب هل نقدر يا صفاء نقول ان عموما الاكسسوار بيدل على شخصيه الست او البنت اللي أكيد. لابساها؟ اكيد. كل واحد فينا، انا عندي قناعه ان كل واحد هو اللي بيحدد الستايل بتاعه. والمفروض الصح ان انا اخد من الموضه اللي بيناسب الستايل بتاعي واوظفه على كده. الحاجه اللي بتليق عليكي بالظبط بالظبط. يعني ممكن انك انت تضيفي لها مثلا لون يبقى على الموضه او حاجه، ولكن لو مش لايق عليكي خلاص بالظبط. لكن ما البس بقى كده جاي جهوني يعني اي حاجه نازله ترند فاروح جايباها ولابساها، لا لا طبعا ده مش منطقي ومش مقبول وبيضايق العين طبعا. فاي حد طبعا لا. طب هل في ممكن مثلا قطع معينه من الاكسسوارز بتبقى خلاص هي دي انا بلبسها مثلا بتليق على كل الحاجات؟ أوكي. حاجات بتبقى سيمبل معينه خلاص بريح دماغي بقى، مش كل يوم هقعد اغير. هي اوقات اوقات يعني انا مثلا في بيسز معينه بس دي فور لاف يعني انا بحبها فدي انا بحس ان هي دي جوي بتاعتي تبعي شخصيتي بلبسها. عكس كده لا، المفروض ان انا بغير على نفس اللاين. لو اللاين ده هو خلاص اللي جاذبني امشي عليه. بس التغيير مطلوب اكيد يعني. التغيير مطلوب كل قد ايه؟ لازم كل اوتفيت كل خروجه ابقى مغيره الاكسسوارز بتاعتي؟ هي الفكره في ايه؟ ان انا ممكن اكون لابسه اوتفيت غالي جدا بس احط عليه بقى الاكسسوارز، اصل الاكسسوارز مكمله للاوتفيت بتاعي. طبعا ممكن تمام وممكن تقلب الشكل تماما بالظبط. انا ممكن اكون لابسه اوتفيت فيري اكسبنسيف بس ابوظه بمجرد ان انا حطيت لمسات بقى في الاخر قلبت الدنيا خالص. واصلا الاكسسوارز هي في اوتفيتس هي بتغيرها تماما، هي بتبقى الماستر بيس بتاع الاوتفيت بتاعي. تمام. فاختيار الاكسسوارز ده عاوز عنايه وعاوز يعني تفكير، مش ان انا بيس عجبتني فبشتريها بسرعه وبحطها على اي اوتفيت واسم ان انا بقى لابسه اوتفيت واكسسوارز حلوه وكبيره، لا
مش المنطق ما بيقولش كده. طيب تعالي نفترض يعني احنا دلوقتي قدامنا حاجات كتيره قوي. اولا زي ما احنا عارفين الليرنج او ان احنا نحط كذا حاجه زي ما انت عامله هنا طبقات كده، ان ده موضه جدا السنه دي. اوكي، فتعالي نتفق كده على حاجه. دلوقتي احنا بما اننا في فصل الصيف فلسه في ناس بتروح البحر ولسه في ناس بتروح النوادي والخروجات بتبقى عاده اكتر من فصل الشتاء، فبالتالي كل واحد عايز يلبس الاكسسوار. قولي لنا بقى من قدام المجموعه اللي قدامنا دي ايه الاكسسوار المناسب للصبح وايه الاكسسوار المناسب لبالليل؟ اولا اي حاجه من هنا يعني مثلا السلاسل الرفيعه دي وده شوكر اقدر البس منهم بيس او اتنين بالكتير بالكتير، ما كترش عن كده. لو عشان بقى لو حبيت اضيف حلق، لو حبيت اضيف خاتم، يبقى كل الكوليكشن اللي انا لابساه مع الاوتفيت بتاعي سيمبل وخفيف. ده لو انا بالنهار. لو بالليل ممكن لا اضخم الموضوع شويه فبالتالي ممكن مثلا بس تبتدي تتجهي لمجموعه زي دي مثلا زي ده والخاتم. والخاتم ده بس الكاف والخاتم ده فيهم دلوقتي غلطه، الكاف والخاتم دول لو لبستهم مع بعض هيبقى شكلهم تقيل قوي في الايد، يعني بيس واحده منهم كفايه. أو لو ممكن واحده في الايد دي واحده في الايد دي. لو الخاتم حجم اصغر ممكن البسه مع الكاف. لو يعني قصدي لو انا مثلا عملت كده بالظبط وعملت كده يتماشى عادي كده هيمشي بالظبط. بس ممكن بقى ما يكون الاوتفيت بتاعي سيمبل شويه، ما ينفعش اكون لابساهم كده وانا لابسه حاجه بقى هايبر برضو، فهيبقى اللوك كده طف شويه. لا لازم بتختلف من حد لحد على حسب تكوينه حسب شخصيته. يعني ممكن يعني انا مش متخيلاكي انت لابسه كده لكن انا ممكن البس لا وبعدين انا مستحيل البس حاجه في ايدي هنا والبس خواتم بالظبط. انا يعني انا اعرف انت فيري سيمبل، ما اعرفش يعني ما اعرفش البس اتنين في نفس في نفس المكان. يا ايذر اور ايوه يا ده يا ده يا ده يا ده هي بتفرق فعلا من شخص للتاني. طب وبالنسبه مثلا للحاجات الفضه اللي احنا شايفينها هنا ده كده ممكن ده طقم يتماشى مع بعضه. دي النكلس دي تمشي ان هي از ماستر بيس. وهل الموضه انك انت تبقي متقمه ولا تعملي انك تعملي ميكس؟ متقمه لو انا كده هحدد ان الجوليري بتاعتي هي الماستر بيس في الطقم بتاعي. أوكي. فده كده ماستر بيس معايا مع مثلا ايرنج زي ده كده خلاص انا كده ممكن اكتفي بدول. حابه ان انا ازود عادي دي ما تعتبرش طاف دي بانجل ولا الصبح. دي بانجل كده خفيفه بتبقى شكلها رقيق في الايد، ممكن ازود الرنج ده وفي فص لون مختلف فكسر الالوان معايا. لا ده كده ممكن البسه على بعضه. بس هلبس دي معرفش انا ما انا بس هلبس برضه بس افهم دي ده مع بعض مش كتير. لا مش كتير. لا. لو رقبتي طويله ما بص ما هي احنا احنا راوند كبيره قوي هيستخبى في ودنك فمش هيبان قوي في اسفل في شعرك. لا هي الراوند كبيره جدا. انا ممكن حتى الحلق لو شكلي وشي حتى لو لبست نكلس لو كبيره البس حلق صغير. أوكي. ما هو المفروض لو رقبتي قصيره لو رقبتي قصيره لو رقبتي طويله والنكلس هنا النكلس ده طوله كده فالحلق هنا مع رقبتي طويله لا هيفرق طبعا هيكون مظبوط الشيب هيكون مظبوط. لكن لو الحلق ضخم والنكلس ضخم لا صعب برضو غلط جدا. يا ده يا ده. طب انت كنت بتتكلمي عن التشوكرز. اوكي فالتشوكر عموما بيحتاج رقبه طويله فياريت تقولي لنا بقى مين اللي ممكن يلبس التشوكر ومين اللي مش ممكن يلبس التشوكر. أوكي. لان هم موضه فمش مجرد ان هم موضه برضو ده معناته ان احنا نلبسهم. اوكي هي الشوكر محتاجه رقبه طويله حاجه برضو تبينها ما تكونش لابسه مثلا شيرت بالياقه او كده والبس الشوكر فهو اوريدي هينزل لتحت او مش هيبان اصلا او هيكون كده برضو حاجه بتضايق العين حتى منه اللي هتبان بالظبط مستخبيه بالظبط. الشوكر ممكن برضو يكون فيه بندنج تنزل منه فلا طبعا بيبقى شكله مختلف. تمام ده الشوكر. في عكس الشوكر بقى السلاسل الطويله دي برضو فيها تريك. يعني انا لو جسمي مليان ما ينفعش البسها لان في نظريه في الاكسسوارز ان انا عيني هتجذب الحاجه اللي خطفت عيني هي اللي هشوفها. فانا لو لابسه السلسلة دي كده وهي طويلة وأنا جسمي مليان لأ أنا شفت العيب اللي في الجسم. أوكي فهي صح. كل البوينتس ريليتد لبعض. حلوة فعلا ميرسي. طيب أنا شايفة هنا ده الجيبسي. لسه كنت هقولك شايفة هنا المجموعة دي برضو لفتت نظري جدا. أوكي. لأنها مجموعة مختلفة وبتتميز باللون يعني أنت مدخلة فيها لون التراثي شوية. اللون ده كده
المجموعه دي جيبسي. الجيبسي ده برضو من اللاين الحلو جدا وفي نفس الوقت الحساس جدا طبعا، لانه لازم يتلبس مظبوط. بالظبط. الجيبسي ده عاوز ستايل يعني انا اكون لابسه دريس ساده، ممكن نهاري عادي، بس ماتيريال القماش طبعا مش اللي هي ساتان او حاجه، لا تليق على الستايل بتاعه. ممكن البسها مثلا مع بلاوز ساده يعني كده جو برضو نهاري، او بالليل بقى في سهره، بس برضو دريسز تليق عليه، دريس اسمر، دريس لون محايد كده فتبرزه، لكن ما البسوش طبعا. يعني انا في الاونه الاخيره بشوف ناس ساعات بتلبس الجيبسي ده على دريسز نايت في سهره او بارتي، لا بيبقى الموضوع برضو صعب، ما ينفعش. حاجه زي ده مثلا، ده شكر وفي نفس الوقت واخد ستايل جيبسي. او ممكن برضو يبقى بريسلت، بس هيبقى لاي عليك، لاي عليكي فعلا. طب هل التشوكرز دي بتتلبس بالليل اكتر ولا تتلبس الصبح؟ لا التشوكر عادي بالليل اكتر، لان بالنهار دايما لازم نخلينا سيمبل، خلينا نتفق على القاعده دي، سواء جولد حتى لو الجولد ما نلبس الجولد قطع ضخمه، الجولد لازم يكون قطع خفيفه كده لايت، علشان برضو اكون يعني خصوصا لو نازله فورمال او حاجه، فما ينفعش البس حاجه ثقيله. عموما الحاجات دي انت بتعمليها بنفسك صح؟ فروم اي تو زي، كله انت، ما عندكيش حد بيساعدك. بتاخد منك وقت قد ايه؟ زي مثلا الكاب ده يعني انا مثلا بعمل كده، ده يعني بذمتك ده عايز مكن وتسييح وحاجات، ده بالايد، ده انت نحته كل ده بايدك بالظبط. لا بس اكيد بتروحي الورش ولا لا 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 لا، دي كله عندي استوديو من اي تو زي، كل ده بايدك. وبعدين دي مطليه جولد تيم بليتد، انت اللي بتطليها برضو؟ لا دي بقى طلايه بقى مش عندي، لان الطلايه دي بتحتاج معدات كبيره قوي، فمش عندي في الاستوديو. سخنه جدا. لكن اي حاجه سولترنج بقى، لحام والحاجات دي عندي في الاستوديو. برافو عليك، عموما تسلم ايديك وانت نورتينا. انا وبنشكرك جدا على التبس او النصايح المهمه دي. اشكرك جدا. كان معانا صفاء فرحات مصممه الاكسسوار والحلي.